هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. سيدي نبلش تحدينا؟ جاهز. حابب تبلش انت بالأسئلة ولا حابب ابلش بالأسئلة؟ انا ابلش بالأسئلة. طيب السؤال الاول كابتن رأفت بيقول ما هي عاصمة البحرين؟ لا سهل، المنامي طبعا. المنامي طبعا. ممتاز، اصلي 1-0. سؤال منك إلي سيدي. والله بس شكله في غدر من السؤال الاول. انا مش مطمن. هات سيدي قل لي. طيب حبيبي أسامة، ما بعرفش إذا عندك خلفية عن الأسئلة، بكون فيها غش. والله ما عندي ولا أي خلفية عن أي طيب. سؤال موجود عندك. كم نعم. عدد عيون النحلة؟ يعني سهل. عدد عيون النحلة، شوف أنا شاكك يا 5 يا 7. إيش على 7 ولا على 5؟ يعني أنت شكك ممتاز. شكي ممتاز. نعم يعني قريب، فيش بينهم إلا التنتين. طيب خليني أجاوب 5%. أنا جد شكي يا 5 يا 7. صحيح. 1-1. 1-1 سيدي. نعم. طيب سيدي السؤال بيقول ما هو اسم المكون الطبيعي اللي بصنعه منه القزاز؟ إذا بتتذكر من شو بصنعه القزاز أعطيه خيارات. نعم. الرمل. الرمل. جاوبت صح. جاوبت صح. طيب طبيعي معلوماتك العامة كويسة سيدي. ماشي حالك. ممتاز. ماشي حالك. أوكي. ماشي سيدي. سؤال عندك. سؤال 2. ما هي المدينة التي أطلق عليها مدينة التلال السبع؟ في عندك خيارات؟ طبعا. هات قول لي شو الخيارات. سويسرا. سويسرا مدينة احنا قلنا صح. عادي تزبط. اعطيني هات خيارات. تزبط. نيويورك، روما. نيويورك. لا غلط يا أسامة، روما. طيب هاي انا خسرت نقطة معناته. 2-1. 2-1 سجلوا يا جماعة. هاي سعاد عم بتسجل المعدل. 2-1. 2-1. ما هو اسم سكان أمريكا الأصليين؟ سهلة. الهنود حمر. الهنود حمر. الله عليك كابتن صح. بتقول لي 0 ومشان الله قبل التسجيل. ايش يا كابتن؟ طيب ماشي حالي أنا. ممتاز. بس الأسئلة برضه منيحة يعني. منيحة الأسئلة. السؤال عندك سيدي. لا هذا سؤال سهل. أين تقع غابات الأمازون؟ بأمريكا الجنوبية سيد العزيز. 100%. نعم. سؤال سهل. سهلين عليك أسامة. ما هو الحيوان الذي يتنفس من خلال لسانه؟ خيارات. هو من الزواحف. الأفعى. أفعى صح 100%. أفعى عليك. ما بعرف بس بحب إنه عمل أكشن يعني. هم ما أعطونيش. أنا هيك صار أشك إنه أنت مغششينك الأسئلة. لا والله. والله. جيت فجأة. طيب ممتاز. في جرس عم برن. نعم. أبداني حاليا. طالما هذا الجرس برن نقوم أنا وياك كابتن نختار واحدة من البوكسات هاي الموجودة عشان نربح حدا عم بتابعنا حاليا على الفيسبوك لايف. أوكي على طول. تفضل سيدي معنا. وأكيد نذكركم إنه مشاهدين الأعزاء لازم تحطوا كومنت. آخر كومنت تثبت حاليا هلأ راح نسحب. مش راح نسحب، راح نشوف شو جائزته. لازم تكون عامل شير لللايف تبعنا أو البث. أنا اخترت هذا اللي هو بدون مفتاح. تمام. عندك هذا كابتن وهذا أو هذا، شو بتحب تختار؟ باخذ اليمين. اليمين. طيب خلينا نشوف جائزة اليمين. واللي ربح أو ربحوا ربحوا معنا ربح معنا قسيمة بنزين مقدمة، قسيمة بنزين بقيمة 10 دنانير مقدمة من المناصير للزيوت والمحروقات، عطر للشعر مقدم من إلورا هير بيرفيوم، اشتراك ماي فاي لمدة سنة مقدم من أمنية، وفطور لشخصين بقيمة 70 دينار مقدم من مطعم كوبا كابانا. ألف مبروك. تمام هيك سيدي؟ هاي البوكس اللي اختار لك إياه الكابتن رأفت علي. تمام كابتن، نرجع لتحدينا على طول ونقول يا الله. سيدي سؤال سهل هسه. سؤال سهل. ها مسهلين لك. مسهلين لك الاسئله. عندك سؤال كابتن. ما هي اكثر دوله اشتهرت بالسوشي؟ الصين. لا تستعجل. شو يا اسامه وين رايك؟ خذ غيره. وانت انت شف الموضوع. عندك خيارات. صفنت وين رايك؟ طيب دقيقه شوي. ما بعطيك خيارات بس لا تستعجل. ما تعطيني خيارات. اذا مش الصين اليابان. 100% جواب صح. بديش انا اصير فرق بيني وبينك. بالضبط. يا الصين يا اليابان. في جهه تنافسيه هيك افضل يعني. ممتاز. طيب النتيجة كم يا سعاد؟ 4-2 أو 4-3. 4-3 للكابتن. ماشي كابتن. ما هو السائل الذي يخلو تماما من السعرات الحرارية؟ الماء. الماء صح 100%. لا قف عليك. لا. صح 100%. هذا طلعت انت مخبى بكسورك يا كابتن. لا بحضر بنسى 4 مليون. تمام. أصلي 100%. يلا سيدي. طيب. السؤال عندك. ما هو أقرب كوكب للشمس؟ عطارد. 100%. هذا لأنه بأحد الحلقات ذكرت هاي المعلومة على فكرة، مش لأني أنا شاطر. طيب. طيب
السؤال بيقول ما هو البحر الأكثر دفئاً في العالم سيدي العزيز؟ أعطيك خيارات؟ أعطيني سيدي. مش كثير هو بعيد عنا عشان أنا بحب أساعدك، بحبك يا كابتن. البحر الأبيض المتوسط، البحر الأسود أم البحر الأحمر؟ مش كثير بعيد عنا، هل هو البحر الأبيض المتوسط أو الأسود أو الأحمر؟ البحر الأحمر. البحر الأحمر رفع عليك. أنا أقرب شيء علينا. أقرب شيء علينا. 100%. عندك سيدي. السؤال السادس. نعم. ما هي عاصمة الأرجنتين؟ سان إشي صح؟ سان فرانسيسكو لا غلط. لا. ما أقدرش أعطيك خيارات. أنا مش حافظ ولا اسم الأرجنتين. اسم الأرجنتيني. راح تعطيني خيارات راح أعرفها. صعب أعطيك. أنا مش عندي شيء فراغ صراحة باس مش عارف وبخسر حالي نقطة جد مش عارف سهل. جد مش عارف ناسي يونس آريس يونس آريس يونس آيرس أيوة بعرفش إنها عاصمة الأرجنتين سهلة هي معروف يلا 100% هيك قد إيه صارت النتيجة فرق اثنين لي ما فرق اثنين لي 6-5 6-4 المهم بؤرة وباء كورونا الله يبعدوا عنا وعنك يا كابتن وعن كل أحبابنا الأولى في العالم أين ظهرت الصين تعرف المدينة اللي طلعت فيها ها بعرف بس بدك تعطيني خيارات عشان اتذكرها سهلة ووهان صح 100% الله عليك سيدي السؤال عندك هذا السؤال سهل اسم اذا ما بتعرفه ما راح اكمل الحلقة صراحة اوكي ما هي عملة تركية عملة تركية الليرة التركية ها صحيح 100% تمام طيب ما هو اسم بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هل هو رولان جاروس او أسامة الجيتاوي أو رأفت علي والله بالرياضة وفرنسا وفي السؤال دي مش عشان أعطتها خيارات سهلة لا والله بدي أضحك أنا بدك تقعد طيب حبيبي سيدي. كم يبلغ عدد خطوط الطول 360 خط 100% تمام ما هو اسم الحيوان الذي يستخرج منه المسك ذو الرائحة العطرة المسك من وين بيستخرجوه؟ هل بيستخرجوه من القط او من الفهد الاسيوي او من الغزال؟ من الغزال من الغزال صح 100% الله عليك عندك سيدي اسامه لازم تجاوب لان هيك فزت عليك انا صراحه انت رياضي انا هيك ضامن التعادل بالملعب فايز وعلينا فايز ضامن التعادل يلا الى كم اقليم مقسم الاردن؟ 3 اقاليم اقليم الوسط اقليم الجنوب واقليم الشمال سيدي 100% 100% سؤال عندك سيدي نعم ما هو صوت الحصان سهل صهيل صهيل الخيل الله عليك كابتن رأفت الله يعني انك فخم 100% هيك انا مزبطينك بالاسئله اللي حاطط الاسئله يخلف عليك طيب ما هي الدوله اللي حاططهم وحداتي هي والله الله يخلف عليك تمام عندك سيدي يلا ما هي الدوله التي تحد المغرب من الجنوب الدولة التي تحد المغرب من الجنوب يا جيبوتي يا موريتانيا ايش ايش قريب من هذول الاسماء لانه بحسهم يعني موريتانيا 100% 10-8 كابتن الف مبروك فزت انت بالتحدي الامور 100% هسه انا الاسئله ما بعرفها والله والله يعني ولا أنا. من قبل الحلقة بس لكن الأسئلة يعني مقبولة كنت متخوف من الأسئلة انت. أنا فكرت تزيد علم الأحياء لا يا زلمة شو علم الأحياء جايبك يا كابتن علم الأحياء هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت